المعلمة حلاوة محمد من مدرسة الشهيد محمد أحمد بيت الفرد، ومع تلاميذ الصف الأول بتقديم مدرسة باللغة العربية لغتي لمدى تعرف الحروف بإشراف من وجه التربوي أستاذ رواني داوود العجي من المجمع التربوي في الشيخ بدر. بداية سوف أتعرف عليكم صغار الأعمال، تفضل. رفيق الطلعية محمد دياب معروف، رفيق الطلعية اسكندر علي احمد، رفيق الطلعية شان علاء معروف، رفيق الطلعية ميرا محمد احمد، رفيق الطلعية رجل هلال مهلا. اهلا وسهلا بكم صغار، كيف حالكم اليوم؟ الحمد لله. سوف نبدأ بدايتنا، هل انتم شاركتم؟ نعم. سوف اعرض عليكم قصة جميلة يجب عليكم الانتباه والتركيز، لأنني سوف أطرح عليكم أسئلة بعد الانتهاء. هل نبدأ؟ نعم. قصة حرف الحاء. راح حامد وسميح وحور في رحلة إلى حديقة الحيوان. رحب الحارس بهم وقال: حافظوا على الهدوء والنظافة. تجول الأطفال في الحديقة وشاهدوا حمار الوحش والسلحفاة. وعند البركة سأل حامد أباه: هل هذه بركة حيتان؟ أجاب الأب: هذه بركة تماسيح يا حامد. الآن من سمع جيداً يا أخوات؟ نعم. كم عدد الأولاد من سنة القصة؟ ميرا؟ ثلاثة. كم حارب وسميح وحور. لأين ذهب الأولاد السباحة؟ كندر؟ إلى حديقة الحيوانات. أحسنت. من هو الذي رحب به؟ شان؟ حمار الوحش والسلحفاة. من الذي رحب به؟ الحارس. أحسنت. ماذا قال يا محمد؟ حفظ على الهدوء والنظافة. أحسنت يا أخي. الآن ما هي الحيوانات التي شاهدوها في الحديقة؟ كلمة؟ حمار الوحش والسلحفاة. وماذا قال حامد أباه؟ ميرا؟ هل هذه بنتة شيطان وأبي؟ ماذا قال والدانو؟ الذي بنتة تماسيح وحامد. أحسنتم يا صغاري، شكرا على إجابتكم. الآن انتبهوا جيدا، ظهر لنا في القصة لفظ تكرر كثيرا، ما هو اللفظ الذي تكرر؟ سندا؟ وما هو الحرف الذي نلفظه؟ ميرا؟ حرف الحاء. أنت يا صديقي، يا صديقتي، الآن نحن في فصل الشتاء، وعندما نضرب ماذا نقول؟ الآن سوف نتعرف على حرف من حروف الهجاء وهو حرف الحاء، سوف نتعرف على أصدقائي وعلى نفسي مع النجوم، هل أنتم جاهزون؟ نعم. نغسل أيدينا. نغسله بأيدينا. ماذا يجب علينا أن نغسل يدنا؟ لنحافظ على صحتنا. أحسنت يا أبي. إنه يجب أن نغسل قصة. أين جاء الحرف المنور في هذه الكلمة؟ ميرا؟ حرف في آخر الكلمة منفصلة. وكيف نغسل منفصلة؟ أحسنت. فإذا الصديق الأول لأصدقاء حرف الحاء وهو حاء في آخر الكلمة منفصل، ما هو الصديق الأول يا شان؟ حاء في آخر الكلمة منفصل. وكيف نقول يا سندا؟ فإذا حاء في آخر الكلمة منفصل. انتبه. ماذا في هذه الصورة؟ محمد؟ حليب. حليب. هل تحبون الحليب يا أخوة؟ نعم. لذيذ ومفيد قوي جسمنا. ما هو الحيوان الذي يقدم لنا الحليب في شام؟ البقرة. أحسنت يا فتيتي. انتبهوا إلى كلمة حليب. أين جاء حرف الملون في كلمة حليب يا شام؟ حاء في أول كلمة متصلة. كيف نفهم يا أميرة؟ أحسنتم.
فإذا الصديق الثاني لحرف الحاء هو القاف بأول الكلمة متصل. ما هو الصديق الثاني يا محمد؟ حاء بأول كلمة متصل. حاء بأول كلمة متصل. إلى الصورة الثالثة، ماذا تقولون مستمرة؟ بحر. هل تحبون منظر البحر يا أمة؟ نعم. فصل الصيف. في فصل الصيف هل تحبون السباحة؟ نعم. ممتعة جدا. انظروا إلى كلمة بحر، أين جاء أحد الملون يا روز؟ في وسط الكلمة متصلة. كيف تصل من زندا؟ ما هو الحرف الذي نطقه أحيانا؟ حرف الحاء. إذا صديقنا ذلك حرف الحاء هو حاء في وسط الكلمة متصل. ما هو الصديق الثاني يا شام؟ حرف الحاء في وسط الكلمة متصل. أحسنتم. إلى الصورة. ما هذا يا ميرا؟ ملح. أين نستخدم الملح في الفنجان؟ على الطعام. أحسنتم ما يا خلاوي. انظروا إلى كلمة ملح. أين جاء الحرف الملون يا حمام؟ حاء في آخر الكلمة متصلة. فصديقنا الرابع من أصدقاء حرف الحاء حاء في آخر الكلمة متصل. حاء في آخر الكلمة متصل. ما هو الصديق الرابع كنا؟ حاء في آخر الكلمة متصل. أحسنتم. الآن يا صغاري سوف نعيد تعليم أصدقاء حرف الحاء. كم معك في شام؟ حاء في آخر الكلمة منفصلة. حاء في أول كلمة متصلة. حاء في وسط الكلمة متصلة. حاء في آخر كلمة متصلة. كيف نطق حرف الحاء يا أميرة؟ وكم شيء من حرف الحاء يا كسرة؟ أربعة. أربعة. الآن سوف نتعرف على نفس حرف الحاء مع الندود، لكن بداية من يعدله الندود القصيرة؟ حقائي. شكرا يا تماري. سوف نتذكر معك الحدود القصيرة يا روز. شكرا يا تماري. قبل ان نقول حرف الحاء، ما هي الحدود يا سكندر؟ الحدود القصيرة. احسنت يا صديقي، شكرا لك. وما هي الحدود الطويلة يا شام؟ حقائي. الان سوف نقول حرف حرف الحاء. كيف جاء حرف الحاء في كلمة حاء في
كلمة منفصلة. ماذا تريد أن تفعل؟ حروف. 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 ما هو حرف النقص يا شان؟ حرف الحاء. حرف الحاء. كيف جاء حرف الحاء في حروف يا محمد؟ حاء في أول كلمة منفصلة. الآن سوف أخذ منكم كل واحد منكم أن يعطيني كلمة فيها حرف الحاء. سوف أبدأ من حمد. حامد. حامد. كيف جاء حرف الحاء في كلمة حامد؟ حاء في أول كلمة متصلة. كلمة حامد هل يوجد في حامد؟ نعم. ما هو؟ حاء. أنت يا صديقي. سيرة. حوت. حوت. في أول كلمة متصل. انظر أنت. هل يوجد في أمل؟ لا. ما هو؟ حوت. أحسن. شام. سمير. سمير. كيف جاء حرف كلمة سمير؟ في آخر كلمة متصلة. صديقنا محمد. وسط الكلمة متصلة. حبيبي. كيف جاء حرف الحاء في هذه الكلمة؟ في أول كلمة متصلة. انتبهوا جيدا. اسمه معلمكم يا ناري. حنا. المعلمة حنا. كيف جاء حرف الحاء في أول كلمة متصلة؟ في أول كلمة متصلة. الآن شكرا لكم ولجهودكم. سوف نستمع إلى أغنية حرف الحاء مع النجوم. بابا فلنقرأ في كل مكان باللغة العالمية تجوى وبلغة أحلى الألحان. هيا نقرأ بالعربية وشكل حروف نارية. حرفا نقرأ حرفا نكتب باللغة الحرف نسمى. دان 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 دان. فلنقرأ في كل مكان باللغة العربية تنشد ونرمي أحلى الألحان. الحاء مع الفتحة الحاء. حا 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 حا. والحاء مع الضمة حو 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 حو. والحاء مع الكسرة حا حي 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 حي. والحاء مع السكنة حا إذا